أهلا بكم. كرة القدم هي الأوبرا التي يعزفها البشر جميعا. يتجدد الصراع في جولة الحسم من بطولة الدوري المغربي لكرة القدم الأسبوع رقم 30 النهاردة 10 مساء بتوقيت القاهرة. ماتشين أهم من بعض. على الصدارة الجيش الملكي نابولي العرب 64 بونت، يليه الوداد 63 بونت. أحب أقول لكم الوداد بعد ما فاز على الشباب الرياضي السليمي 3-1 ورفع رصيده للبونت 63 على بعد النقطة واحدة، ومحتاج تعثر الجيش الملكي أمام اتحاد طنجة في آخر جولة. اتحاد طنجة على أرضه في طنجة وسط جمهوره محتاج يعمل نتيجة إيجابية. تقول إزاي؟ هقول لك، لأن اتحاد طنجة يا جدعان عنده 29 بونت في الترتيب ال14، محتاج يعمل نتيجة إيجابية من أجل البقاء في الدوري المغربي لكرة القدم وما ينزلش الدرجة الثانية. والجيش الملكي محتاج ياخد الثلاثة بونت علشان يظفر باللقب رقم 13 في التاريخ. ماتش الوداد بالنسبة لي أقل صعوبة، تكمن صعوبة اتحاد طنجة والجيش الملكي إن اتحاد طنجة محتاج إن هو يعمل نتيجة إيجابية. أما المغرب الفاسي ففي الترتيب رقم 10 وضمن البقاء خلاص في بطولة الدوري المغربي لكرة القدم. أحب أقول لكم إن نابولي العرب الجيش الملكي ضيع نقطتين مهمين في ماتش الرجاء كانوا كفيلتين للظفر باللقب رقم 13 في التاريخ، ولكن مازال اللقب يلاحقه. ومن وجهة نظري أنا الشخصية الماتش بتاع اتحاد طنجة هيبقى صعب للغاية، ولكن الجيش الملكي يخلص لأن ككتلة واحدة وموسم كامل يستحق اللقب عن جدارة واستحقاق. من وجهة نظري الشخصية نابولي العرب اللي تأسس 1958 الأكثر تتويجا في القرن العشرين في الأندية المغربية، فريق محترم، اللقب 13 في الدوري بيلاحقه يا جدعان وخلاص على الأبواب. أحب أقول لكم أخذ 12 بطولة دوري مغربي و12 كأس عرش وكأس الأندية البطلة في أفريقيا مرة وكأس الاتحاد الأفريقي مرة، فريق محترم بيقدم كرة ممتعة للمشاهد وممتعة للعين. الوداد اللي بيعاني من بعض الأزمات، فريق محترم، وداد الأمة، وداد المقاومة، القلعة الحمراء اللي تأسس 1937. أحب أقول لكم أن فاندر بروك إدارة الوداد بتقرر الإطاحة رسميا بالبلجيكي فاندر بروك. كان جاي أساسا عشان دوري الأبطال وخسره وخلاص الدوري على المحك. ومش كده كمان، لا ده مش سايب جمهور الوداد في حاله وبيتغنى بقوة الأهلي المصري. صحيح الأهلي أخذ اللقب عن شدارة واستحقاق، بس أنت كمدرب للوداد وعندك كم لعيبة فوق الخيال من يوسف المطيع وأيوب العملود ويحيى عطية الله ويحيى جبران ورضا الجعدي واللافي وعبد الله حيمود وصامبو، لعيبه محترمه فوق الخيال بيتغنى بقوه الاهلي المصري وبيقول لك الاهلي الاقوى افريقيا ويستحق ان هو ياخد اللقب واستطاعته ياخد اللقب كل عام. ومش كده كمان وبس، قال لك عنده لعيبه رائعين وبيجدد الفرقه باستمرار وهو الاقوى في قاره افريقيا على الاطلاق. الكلام ده كله زعل جمهور الوداد العظيم، وطبيعي ان جمهور الوداد لسه خسران دوري ابطال على ارضه وبطوله بالنسبه لهم كانت في المتناول لولا خبره المارد الاحمر النادي الاهلي المصري صاحب الرياده والزعامه. احب اقول لكم ان جمهور الوداد جمهور زواق، وطبعا كل كلام فاندر بروك اغضب جمهور الوداد العظيم. الوداد يا جدعان فرقه اخذت الدوري المغربي الاكثر تتويجا هناك، اخذ الدوري المغربي 21 مره والبطوله الثانيه خلاص على بعد حاجات بسيطه. لو تعادل الجيش الملكي مليون مبروك للوداد بطوله الدوري المغربي. عموما احب اقول لكم فاز بكاس العرش 9 مرات واخد دوري ابطال افريقيا 3 ألقاب يا جدعان وكلهم في اعوام قريبه. احب اقول لكم ان الوداد اخر 10 سنوات بيوصل للادوار الاقصائيه سبحان الله، وكل عام بيمشي منه لعيبه مهمه وسبحان الله بيعوضها بالاصرار والجرينتا والعزيمه وبيكمل للادوار الاقصائيه. احب اقول لكم ان الوداد اخد 3 دوري ابطال وبطوله، كاس السوبر وكاس الافرو اسيويه وكاس الاتحاد. احب اقول لكم ان الوداد فريق عظيم ومحترم بجد يا جدعان، ولكن سبحان الله هي الكره كده لما بتحط حد في دماغها ما بتدلوش. الوداد من موسم ممكن يبقى استثنائي لموسم ممكن يبقى موسم صفري بالنسبه له وموسم صعب للغايه على جمهور الوداد العظيم. صحيح عندنا احنا في الزمالك موسم صفري ولكن احنا وحشين، انما الوداد فريق بيقدم كرة
كرة ولا أروع. وفريق المفترض أنه كان خلاص على أعتاب دور الأبطال، وكان خلاص على أعتاب الدوري، ولكن سبحان الله بطولات بتروح بطريقة غريبة يا جدعان. إنما أحب أقول لكم النهاردة جولة الحسم في بطولة الدوري المغربي، الدوري الأقوى على الإطلاق في شمال أفريقيا من وجهة نظر الشخصية. دوري ممتع بين فرقتين بينافسوا على اللقب في قمة الإمتاع والروعة. الجيش الملك الصدارة 64، الوداد 63، فارق بونت واحد فقط. انتعصر الجيش مليون مبروك للوداد وجماهيره العظيمة. وانفاز الجيش بالثلاثة بونت الغاليين، مليون مبروك للنابولي العرب، الفريق المستقر إداريا وفنيا وماليا فوق الخيال. دمتم في أمان الله.